مرت ولده يخلو في السيدي نهار الجمعة كلمني وقال لي يا سيدي تذكرنا الحاجة اللي اعطينا شنو سي وليد؟ عندنا 6 زون هنا 6 زون اي خلينا نتروى زون ريتاردين معناها كي نحل انا الباب ولا نتعدى على كابتور ما حاجتش فيه يسوني في الوقت داكور تسمى ريتاردي باهي زون هذوما عطيناهم الوقت قداش نحبوا 20 سكوند 40 سكوند دقيقه كل واحد داكور عندنا تروى زون انستونتاني انستونتاني اوكي تعدى حاجه يديتكتي طول يسوني داكور ولا الشباك ولا حاجه ما فيش حد راكسين داكور عدنا لهم الوقت سيك عدنا لهم الوقت وري يا عمر حلو السابون حلو كل شيء ازمير ده ارمي طب شو بنجرب واحده منهم ارمي مزيد عمر شيء وين الانستونتاني؟ هذه الانستونتاني توا حتى هيك 30 سكوند هذه 30 سورتي بعد 30 سورتي تنس اي كابتور هذا انستونتاني بعد ديكلانش معناتها هي لو طون انت خرجت من محلك ولا كذا سكرت وصي ولت هي معناتها ترديه من عملت لنا فيديو صغير ما يصير في دوله بركه ما هذه انستونتاني هاك ديريكت يعني طول ديك لاشيت لا لارم هذا مهندلين انتم ناحيين توا السيرين جوست على الحس وكا داكور فهمت اما سينو تبدا السيرين تخدم كي يعطيكم الصحه برافو